السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم احلى الاكلات في مطبخ حور ونور. اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير، واتمنى يا رب ان فيديوهاتنا تكون بتعجبكم، واتمنى تشتركوا في القناة وتدعمونا وتفعلوا الجرس وتعملوا لنا لايكات. انا طمعانة في كرمكم، في كرم ربنا الاول وبعدين في كرمكم، تساعدونا لان القناة لسه بادئة ولسه ما يعني ما اشتغلتش شغل كويس. فانا اتمنى ان انتوا تدعمونا باللايكات بتاعكم والكومنتات، واتمنى رب ان انتوا دايما تكونوا بخير. والنهارده باذن الله هنعمل الفطير المشلتت بتاع الطوابين بطريقه سهله جدا وبسيطه ان شاء الله. ان شاء الله مش هتبطلي تعمليه في الشتاء. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا. انا معايا كيلو دقيق، تمام، دقيق متعدد الاستخدامات، ومعايا معلقتين سكر. ونحط للفطير سكر عادي، معلقتين سكر، بسم الله الرحمن الرحيم، ورشة ملح، تمام. ومعايا مية، مية فترة تلعب فترة بس يعني، او باردة من الحنفية ما فيش اي مشكلة، ما بيحتاجش لا بودر ولا خميرة ولا اي حاجة خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، هبدأ احط المية بتاعتي شوية بشوية. بسم الله بسم الله. وزي ما الدي بتاعي ياخد مية، مش هقول لكم خد قد ايه، كام قد ايه عبار مية، لا انت حطي العجينة بتبقى قوامها كويس، مش ماسكة قوي ولا سايبة، بتبقى مش بتلزق، بس ما بتلزقش في الايد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. حط المية شوية شوية عشان ما تكترش مني، تمام. بسم الله، لازم نسمي على كل حاجة لان اولادنا اللي بياكلوها واحنا اللي بناكلها، يا رب بالهنا والشفاء. نسمي على كل اكلنا، ونسمي اما نيجي نعمل اي حاجة، نيجي ننام، نيجي نمشي، نيجي نخش بيوتنا. بسم الله، كده العجينة مش هتحتاج مني مية كمان. هعجنها بقى كويس وارجع لكم تاني عشان الفيديو ما اتورش عليكم، مش هحط مية تاني، تمام. هي هتبقى كده بس، هعجنها بقى كويس. خلاص العجينة شايفين، بسم الله ما شاء الله، شايفين قد ايه هي جميلة، لا هي لينة قوي ولا هي ماسكة قوي. هسيبها بقى العجينة بتاعتي ترتاح، هغطيها بأي كيس نضيف عندي وفوطة نضيف، هغطيها 10 دقايق. أهم حاجة الفطير يرتاح معي، طالما الفطير مرتاح معاكي هيمشي معاك ويبقى مية مية إن شاء الله. خلاص العجينة ارتاحت معانا، هبدأ دلوقتي على الرخامة بتاعتي، طبعا نضيفة جدا وغسلها كويس جدا. هبدأ ايه، احط العجينة بتاعتي. بسم الله، بسم الله. وابدا باي حاجه عندك انت بتشتغلي بيها، عجله، مردانه، اي حاجه اشتغليها. بسم الله ما شاء الله، شايف العجين ماشيه معايا وجميله جدا. بسم الله، خلاص فردنا العجينة بتاعتنا، شايفين فردتها على الرخامة كلها اهي، عشان ايه تبقى مش القوام بتاعها يبقاش تخين، او تبقى كده
بالسم كده كده، شايفينه كده. هبدأ بقى أتهن الوش بتاعها. أنا معايا سمنة زبدة، معاكي سمنة زبدة صفرا ماشي، سمنة على زيت ماشي. أنا حطيت معلقتين زيت على السمنة بتاعتي. هبدأ أتهن الوش بتاعي كله بالزبدة، مخليش ولا حتة لما تهن. بسم الله الرحمن الرحيم. حط كمية حلوة عشان ايه ما يبقاش ناشف معايا، ويبقى ايه غني كده وكويس. على الاحرف عليها كلها، ما خليش ولا حتة لما احط عليها سمن. هبدأ بقى ألم العجينة بتاعتي كده بشويش خالص زي رول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. أتمنى تكون واضحة. هلمها كده بالراحة كده زي رول كده. بسم الله. هاد مخلصة كلها. اشد والف، اشد العجينه كده بايدي والف عشان تعمل معايا طبقات. هبدأ أقفل بقى الأطراف اللي هي سايبة ديت، أقفلها كويس جدا. وأبدأ أقطعها على قد ما أنا عايزة، يعني على قد مثلا صاج زي ده او صاج اصغر زي ده، زي ما انا عايزه بقى اقطعها. اقطع إيه، 3 4 5. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. عملوا معايا 5، انا حبيت اعملهم 5 بس. تمام، هسيبهم بقى اغطيهم برضو بنفس الطريقة واسيبهم بقى يرتفعوا 10 دقايق، ونرجع نبططهم مع بعض تاني للمرحلة التانية. شايفين الطبقات بتاعتي واضحة؟ دي الطبقات اللي هتبقى ايه في الفطير بتاعي. هبدأ بقى دلوقتي ان انا ايه ابططه للمرحلة التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بالراحة جدا كده. بسم الله. لفيتها على قد ما اقدر برضه عشان ألمها في قلب بعضها تعمل لي طبقات. بسم الله. احطها في الصاج بتاعي واسيبها برضو ترتاح
ترتاح شويه، ونبقى نرجع نفردها برضه. نعمل واحده كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. واحطها برضو على الصاج بتاعي واسيبها ترتاح. هكمل بقى الثلاثة الباقيين بنفس الطريقة، ونرجع برضو نبططه على الصاج عشان نحطه في الفرن. سيبنا الفطير بتاعنا هيرتفع كمان شويه. هبدأ بقى ان ايه افرده بقى على الصينيه اللي على الصاج بتاعنا. بسم الله، بشويش كده وافرده براحه خالص. بسم الله، تمام. انا دلوقتي هحطه على فرن، لدرجة 200. هحمي الفرن الاول واحطه تحت الصاج ده، صاج تاني كمان مقلوب كده، وعلي الفرن على الاخر. هوريه لكم دلوقتي هو جوه الفرن هو شكله. خلاص انا حطيت الصاج بتاعنا وفتحته صاج كمان. تمام، عشان وعليت الفرن على درجة 200، على درجة عندي. هسيبه بقى في عليه الفرن واسيبه لحد ما يستوي. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. احنا النهاردة بإذن الله هنعمل الفطير بتاع الفران بطريقة سهلة جدا وبسيطة. ان شاء الله هتعجبكم. تعالوا معانا نشوف الفيديو ونشوف الطريقة والمقادير.